ايه؟ ايه ده متجوز هنا؟ اه راحت له في السر واتجوزته على سنة الله ورسوله طبعا. يا رب يسترها معاك يا ادم يا اخويا، امين يا رب امين. اه عشان كده عم عبيد طرمخ على الموضوع فجأة. تقول حاجة؟ لا 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 ابدا ولا حاجة. اه يا ادم يا ابن ال ماشي، اللي ما عرفتش اخده من هنا هاخده من بطاختك وحصرك عليها زي ما حصرتني على هنا خسيس. بقولك ايه يا بط؟ ايوه. في ايه؟ ما تجيبي قطة. نعم في ايه؟ عادي بس كنا فقرا بس عايشين وراضين بفقرنا، كنا متدافين مع بعض، كنا رافعين راسنا بالحلال رغم انه كان قليل. يا ترى خلاص اتفرقنا؟ دي بقت نهايتنا؟ مالك يا بطه؟ فيك ايه يا حبيبتي؟ مالك يا طاقي؟ في ايه؟ الحقيني يا ابو الحقيني. مالك يا حبيبتي اتكلمي؟ دي سيدي عامل فيك ايه الوقت ده انطقي؟ حاولت تهجم عليا ضربته على راسه وطلعت اجري. خلاص لحمنا بقى سهل لاي كلب جعان بالشكل ده. يما انا لازم اخد حقي منه واعرفه مقامه. ياما حذرتك منه، قلت لك ما تروحيش، ما سمعتيش كلامي. وادي النهايه، المره دي ربنا سترها معاكي. استرها معانا يا رب، يا رب استرها معانا، احنا ولا مالناش غيرك يا رب، مالناش حد غيرك يا رب. نعم يعني ايه تسقط؟ ده اسلم حل ليا انا ومنال يا بابا. اسلم حل يا اخي؟ اتقي ربنا، خاف ربك، حرام عليك. ربنا ما يرضاش نخلف عيال ونظلمهم معانا. يعني عشان ما نظلمهمش معانا نقوم نقتلهم نخنقهم بايدينا دي؟ مش احسن ما نخلفهم ونكون السبب في عذابهم ونعيش العمر كله قلبنا بيتقطع عليهم؟ يا اخي خلي عندك ايمان بالله، كل واحد فينا اتخلق في الدنيا دي مش هياخد غير نصيبه اللي ربنا كتبه له. اسمع يا هشام، ما تفتحش ودانك للشيطان وما تخربش بيتك بايدك. ما تقلقش، الشيطان هسبق وخرب علينا الدنيا كلها، وبعدين انا بجد مش عاوز منها عيال تاني. شوف يا هشام، انت اذا فضلت مصر على موقفك ده انا هقطعك طول عمري. يا اخي يا اخي انت محسسني ان مش انت هشام ابني اللي انا ربيته، هشام اللي انا ربيته على الطيبه وعلى الاخلاق. فين سماحتك يا اخي؟ السماحه مع اللي يستاهلها يا بابا. السماحه؟ السماحه هي السماحه مع كل الناس، مع كل الناس حتى اللي انت زعلان منهم. وبعدين اصبر شويه يا اخي وخلي عندك ايمان بالله، مش يمكن العيل اللي هيجي دوت يصلح بينكم؟ ما احنا جربنا قبل كده يا بابا في هايدي، واديك شايف اللي حصل. يا بابا انا ما عنديش استعداد ان انا اخلف عيال تاني واعذبهم واعيش عمري كله بتعذب علشانهم. انا مش قادر استحمل. حول ولا قوة الا بالله، ولا حول ولا قوة الا بالله. جيجا هرب وملوش اي اثر، حتى السايبر ما بيروحوش ولا بيدفع ايجاره لصاحبه. مالك ساكتة ليه؟ واضح ان الامل ضعيف قوي، او تقريبا مفيش امل. ليه بس بتقولي كده؟ هو معنى ان جيجا مختفي يبقى خلاص مفيش امل؟ اولا مهمه القبض على جيجا دي شغلتي انا، مالكيش دعوه. ما هو المشكله الاكبر اللي انت ما تعرفهاش ان جيجا مسح قدامنا الفيديو وضيع دليل براءه ادم في لحظه. انت بتقولي ايه؟ هو ده اللي حصل، وانا من ساعتها مش عارفه اعمل ايه. معلش برضو لازم يبقى عندنا امل، مش جايز نلاقي الهارد الاساسي ونعمل له ريكفر؟ المهم دلوقتي لازم نقبض على جيجا في اسرع وقت. طب هنوصل له ازاي؟ مش عارف. في حد من اللي كانوا معاه تقدري توصفهولي؟ اه في صاحبه ده اللي اسمه منصور، ده كان شكله سوابق وعنده علامه في وشه وعلامه الناحيه التانيه. بص هو شكله ما يتنسيش، انا لو شفته اعرفه. حلو قوي،
انا هبعت اجيب لك دلوقتي 4 5 6 فايلات فيهم 1,000,000 سوابق، عاوزك بس تشاوري لي عليه، وان شاء الله في اقل من يوم هكون ماسكه. مالك يا عبد؟ مهموم، مهموم قوي وقرفان من نفسي قوي. ليه يا ابني بس؟ في اتحطيت في موقف زي الزفت، ومراتي سابت لي البيت وطفشت. ايه ليه انت زعلتها ولا حاجه؟ زعلتها؟ ده انا قهرتها، ظبطتني باخونها يا معلم. الله يخرب بيت امك، حظ المنيل خلاها تقفشني وبقت فضحت بجلاجل. مش مصدق ان احنا اتجوزنا. لا صدق يا ادم، احنا عملناها بجد. يا خوفي من بكره. طول ما احنا مع بعض ما تخافش من حاجه خالص مهما حصل. نفسي اعرف بس انت بتفكري ازاي. واحد زي في ازمته المنيله دي مش ولا واحده تفكر ان هي حتى تقرب مني مش تتجوزي. ده لما تبقى الوحدة دي بتفكر بعقلها وبتحسبها بالورقة والقلم. امال انت بقى بتفكر ازاي؟ بفكر بقلبي ومبحسبهاش خالص. هي ادم الجواز نصيب. لك كده ولد حليوة زي ابوه هتسميه ايه؟ بص انا في الولاد بحب اسم عمر ويوسف. ايوه حضرتك سياده العقيد سيف سليم الحديدي؟ ايوه اتفضل مديلي هنا. مديلك على ايه؟ ده اختار بميعاد جلسه الخله اللي رفعتها زوجه حضرتك السيده سيادة.